زينب. ازيك يا زينب؟ وازاي العيال؟ ازاي امي؟ ازيك يا حسين؟ ايه اللي عملته في نفسك دايما تقولي؟ كان مالنا ومال المصيبه دي؟ ان شاء الله سليمه يا زينب. المحامي قال انه هيستأنف الحكم. ايوه البي اكد عليا، بس انا خايفه مدبولي. ربنا يستر يا زينب. ازاي امي؟ بخير، كلنا بخير، بس شوف نفسك انت. اوعى تقولي لها يا زينب لا تموت فيها. انا اللي هموت من اللي كاتمه في نفسي، ربنا ينتقم منهم. هو البي بيبعت لكم فلوس؟ بيبعت. احنا عايزينك، مش عايزين فلوس. لا، خدوا كل اللي انتوا عاوزينه. هو انا ضحيت بنفسي عشان مين؟ مش عشانكم يا حبيبي. احنا عايزينك ترجع لنا بسرعه، عايزينك وسط ولادك. مالك اتدهولتي كده ليه؟ قومي يا بنتي، حم العيال واستحمي انت كمان. الصباح رباح. طب انا هروح احضر لك لقمه. ماليش نفس. البحر بيضحك ليه وانا بتسلى عنها الهنا؟ البحر بيضحك ليه وانا بتسلى عنها الهنا؟ افتح يا سندر، افتح يا سندر، فين؟ 5 سنين يا عبد السميع، 5 سنين لا جواب ولا زيارة. العلم عند الله. ايه ده؟ انا فين؟ في الجنة ونعيمها. أنا هنام هنا 5 سنين؟ بكرة تاخد وتتعود. أنتوا واخدين على كده. أنا مش مسجون. أنا عمري ما دخلت مكان زي ده. الحبس ياما فيه مظاليم. إيه ده؟ الغراب غراب؟ فاكرني مغفل؟ ده غراب أنا هنا؟ أنا مهندس، عارف يعني إيه مهندس؟ دي عصفورة. ما أنت عارف إنها عصفورة، بتسألني ليه؟ بسألك إيه اللي رماها هنا؟ حظها الأسود. لازم تدفعوا لها الثمن. ضحكوا عليكي وقالوا لك هتاخدي سنة ولا اتنين وتخرجي. وحياتك هتاخدي مؤبد. يا جهل. ماليش نفس. ما هو ان ما اكلتش هتموت من الجوع. ها؟ اموت احسن. كان غيرك اشطر. انا مهندس. مهندس. فاهم يعني ايه مهندس؟ ايه ده؟ مهندس ولا صنايعي
كله هنا واحد. اقول لك مهندس تقول لي كله هنا واحد. بيوم اسماعيل. افندم. تمام همام. افندم. مع السلامة عم همام. احمد سيد بدوي. افندم. سيد البرنس. افندم. مع السلامة يا باشمهندس. شد حيلك يا مدبولي، كلها كام شهر وتطلع. سيد البرنس. لحظة واحدة من فضلك. انت طبعا معاك العنوان، تجي لي على طول. مع السلامة. مع السلامة يا باشمهندس. اخر مرة اجي عندكم هنا. انا اذنك. لا مؤاخذة. فين المتر؟ فين المتر بتاعي؟ متر ايه يا جدع انت؟ انا باشمهندس. فين المتر بتاعي؟ روح اسأل عليه في الامانات. يلا يلا ما تعطلناش. محمد سيد عبد الله. افندم. صلاح حسن حسين. افندم. مدبولي عبد الستار حسن. مع السلامة يا مدبولي. مع السلامة. كل حاجتك وفلوسك تستلمها من أمانات يا عم مدبولي. مع السلامة. علي أحمد مصطفى. اشرب المتلك كزوزة ساعة قوي. اشرب المتلك. اشرب المتلك. أنت متأكد إن العمارة دي مكان السرايا اللي كانت هنا؟ بيقولوا إن كان هنا في سرايا، بس الكلام ده من زمان. اشرب المتلك كزوزة ساعة قوي. اشرب المتلك كزوزة ساعة قوي. أم فتحي، كان في واحدة ست هنا بتبيع فول اسمها أم فتحي. هو في حد ما يعرفش أم فتحي؟ عقبال عندنا، ده المحافظ اداها كشك وعايشة مستورة. أهو الكشك اللي هناك ده. اشرب المتلك كزوزة ساعة قوي. جزة كزوز يا مفاتح. هات. اوعى ايدك. حاضر. يلزم خدمة؟ في حاجة يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو اتسمر كده ليه؟ في حاجة يا عم؟ فكراني يا ام فتحي. انا مدبولي. مدبولي؟ ايوه مدبولي، ابو محمد وسعاد. مش معقول. ازيك يا مدبولي؟ لا طبعا نظر. ازيك؟ عاش من شافك يا مدبولي. تعال تعال. ازيك يا اخوي؟ اقعد اقعد يا مدبولي. ازيك؟ انت كنت يا ام فتحي؟ اقعد. روح دلوقتي مش فاضيه. صحيح مصير الحي يتلاقى. يا سلام، والله زمان يا مدبولي. الدنيا اتغيرت يا ام فتحي. زينب فين؟ والعيال وامي. زينب تعيش انت؟ ماتت؟ انا كنت حاسس. الله يرحمها لوها غرقانه في دمها في الحمام. حمام؟ اي حمام؟ حمام السرايا. ما قلت لها ما تطلعهوش. ايه؟ وقعت وهي بتستحمى؟ والله يا مدبولي ما حد عارف. ماتت وسرها معاها. امك ما استحملتش، هي والواد حسين اللي كان لسه بيرضع. يا دناي. والعيال وسعاد ومحمد؟ طب وسعاد ودوها فين؟ فتح ابني كان بيشوف محمد، بيقولوا خدوه في بيت الباشا ربوه. وسعاد اشتغلت خدامة وانقطعت أخبارها عني من زمان. ما تعرفيش حد من اللي اشتغلت عندهم؟ دي حاجة بقالها زمان. هي كانت اشتغلت عند واحد خواجة اسمه أرتين، صاحب ورشة في عابدين. الله، انت رايح فين؟ اقعد ازاي واسيب ولادي؟ يا راجل انت تعبان، اقعد استريح ولا اطلع عندي فوق في البيت. لا مدبولي يا مدبولي. علبة بالامورت صغيرة يا ام فتحي. بتشوف محمد يا فتحي؟ لا مؤاخذة يا عم، انا لا احب اشوفه ولا اعرفه. ده كلام تقوله برضو يا فتحي؟ مش عيب يا ابني؟ مش بقول حقيقة.
يعني غشه؟ هو لا سمح الله محمد مزعلك في حاجة؟ ويزعلنا أنا ليه؟ هو مزعل روح ده ليل نهار يشرب، ده تقريبا ساكن في البار. اعمل معروف يا ابني، تعال معايا دلني على مكانه. روح مع عمك يا فتحي، روح يا ابني. حاضر، خليك مستريح وانا اروح اجيبولك وجهي. لا مش قادر اصبر، خدني معاك. طب حاضر اتفضل. وبر ربنا ما يوفقك وتلاقي بنتك كمان يا رب. ربنا هداني على واحد كانت بتشتغل عنده، خدت عنوانه وحروح له بكرة. ربنا معاك يا فتحي. ربنا معاك فتحي. استناني، اعمل معروف. بقول لك استنى برا. الراجل ده بيبص لي كده ليه؟ لازم معجب. انا رحمتي له خبر. اندهله بس، ده وحشني قوي وهيفرح لما يشوفني. تعرفي ان في شبه كبير من المرحوم ابويا؟ انت مش بتقولي ان ابوك مات؟ ايوه، محسن بيه قال انه مات وهو مسافر. يا اخويا يخلق مش شبه ربعي. عايز بقول لك استناه برا. يلا بينا. يلا يلا يا لوسي الحقوا ده. ماشي ماشي. اعمل معروف. اتفضل اتفضل، خلي الزفت دي يمشي. يلا. وراحت فين؟ الاولاد شافوا صورتها في المجلات. صورتها ليه؟ سرقت حاجه؟ اشتغلت رقاصه وسمت نفسها بنوره. بنوره.